الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية حذر قبل أيام قليلة من إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري. أسبابه كانت لسببين، الأول قال أن الوضع الإنساني سوف يتفاقم، والسبب الثاني قال أن صداما قد يكون محتملا بين الأطراف المتصارعة في هذه المنطقة. هذا قول السابقين. ماذا ستكون الرؤية الأمريكية؟ تركيا تقول أو ترغب أو تحاول أو تسعى لأن تكون المنطقة العازلة أقصى حد لـ30 كيلومترا في الشمال السوري. الولايات المتحدة تطمئن أو تحدد أنها ستكون من 5 إلى 7 كيلومترات. ما أزمة هذه المنطقة العازلة؟ هذا هو سؤالنا الأولي. أهلا بكم، أنا تامر حنفي، أحييكم في مشهد اليوم، وباسم حضراتكم أحيي الدكتور أحمد عز الدين إبراهيم الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. سعدت بك دكتور. اسمحوا لنا قبل الوقوف أو الإجابة على هذا السؤال الأولي أن نتحول إلى هذه الوقفة التقريرية تكمل لنا المشهد ونعود لفتح هذا النقاش. أرجو أن تبقوا معنا بعد قليل. مشهد الأزمة السورية بات بأكمله في مفترق طرق وفي مواجهة التوفيق بين رغبات ومصالح إقليمية ودولية متناقضة في مجملها. من أبرز هذه المتناقضات أن هناك خلافات شديدة بين تركيا والولايات المتحدة حول الوضع في شرق الفرات عموما وحول المنطقة الآمنة، وكذلك حول المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم واشنطن حليفا لها، بينما تقول أنقرة إنها تشعر باستياء متزايد تجاه الولايات المتحدة حليفتها الأطلسية. ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي اعتزامه سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، لكنهما لم يتفقا على عمق هذه المنطقة والقوات التي ستشرف عليها، إذ ترفض أنقرة أي دور أو وجود لوحدات حماية الشعب الكردية فيها. وقد ساهمت المحادثات التركية الأمريكية خلال شهر أغسطس في تفادي انفجار الموقف، وجرت الخطوات الأولية لتطبيق التفاهمات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها، لكن لا يزال هناك غموض في التفاهمات وتساؤلات حول سرعة التنفيذ، فضلا عن تهديدات تركية باللجوء إلى الخيار العسكري الذي سيخلط الأوراق في منطقة النفوذ الأمريكي الكردي شرق الفرات. في الوقت ذاته تعتزم تركيا إعادة توطين 1,000,000 لاجئ في شمال سوريا، وربما تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلقى دعما دوليا كافيا لهذه الخطة. جدير بالذكر أن تركيا التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حيث تقول إن 350 ألف سوري عادوا بالفعل إلى هناك. يأتي هذا في حين تصعد تركيا من ضغطها على واشنطن لتقديم المزيد من التنازلات بشأن عمق المنطقة الآمنة المقرر إقامتها في شمال شرق سوريا والإشراف عليها، كما تتعرض هي لضغط متزايد في إدلب في شمال غرب سوريا، حيث يتقدم هجوم حكومي مدعوم من روسيا باتجاه الشمال. أهلا بحضراتكم، أجدد التحية للدكتور أحمد عز الدين إبراهيم الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور أحمد. كل هذا اللقاء حول سؤال واحد، المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة، لماذا هذا السعي على إقامتها ولماذا هذا التحارب حول عمقها؟ ما هي قصة هذه المنطقة العازلة؟ نعم، أولا المسألة بدأت منذ بداية الحرب على سوريا، كان مطلوبا تشكيل عمل أمرين، قاعدة على الحدود الشمالية لسوريا تسمح بإدخال وإخراج الأسلحة أولا،
الإرهابيين ثانيا، وتولت سوريا وتولت تركيا هذين الأمرين، وتحت عنوان عملية غصن الزيتون أدخلت 30,000 جندي إلى شمال العراق. دخولهم كان له هدفين. الهدف الأول قاعدة للعمليات العسكرية لإدخال الإرهابيين والأسلحة، ثم الوصول إلى مناطق منابع البترول، يعني مصادر البترول في سوريا وسرقتها، والدخول إلى حلب وسرقة مصانع إلى آخره يعني. لكن في 30,000 جندي تركي دخلوا تحت هذا الاسم. الهدف الثاني كان من ضمن أهداف الولايات المتحدة في إدخال الأتراك، هو إيجاد واقع جديد شرق الفرات، في منطقة شرق الفرات. احنا بنتكلم على العلاقة السورية العراقية اللي لو انفتح شرق وغرب الفرات هيشكل مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية. الأكراد كانوا موجودين في الرقة، والرقة كانت تتكلم الفرنسية أكثر مما تتكلم العربية في وقت من الأوقات. أخرج الأكراد من الرقة، اندفعوا شمالا، قد يعني قاتلوا تنظيم داعش في هذه المنطقة وأخذوا مهمات وقوات. في نفس الوقت اللي كان فيه عدد من القواعد الأمريكية الموجودة في شرق الفرات وفي هذه المنطقة تصل يمكن تتجاوز 14 قاعدة أمريكية، بقى في خلاف. الأتراك كانوا يريدون أن يتمددوا حتى عفرين، لعفرين كانت الأكراد موجودين فيه، وأوقف مسألة عفرين. في تفاهمات مبكرة عن الكلام الذي يقال الآن، أن السيدة جينا هاسبل رئيسة CIA في العام الماضي ذهبت إلى تركيا وقالت أنها ستركز انتباه الأتراك على شرق الفرات بدلا من منبج عشان الأكراد، وإن في اتفاق أمريكي تركي على تسيير دوريات مشتركة تركية ومنفردة على شرق الفرات بدل على طول الخط اللي بين عملية درع الفرات التي يقوم بها الأتراك وبريف حلب الجنوبي هي كانت طبعا وبين منبك. بعد هذا وبعد محاولة يعني حديث الأمريكان على الانسحاب وحنيجي تفاصيله من سوريا، بدأ الأتراك يتحدثون علانية عن تشكيل منطقة تتعلق بأنها منطقة عازلة أو منطقة أمن قومي لهم. ما دفعهم لطرح هذه الرؤية؟ أنت تندهش لو قلت لك الدفاع التركي بيستند ليه. زي ما قالوا أردوغان بنفسه، قال أن الميثاق الوطني التركي الذي صدر عن البرلمان التركي في عام 1922 أعطى تركيا حق المشاركة في تقرير المصير لعدة مناطق في الأقاليم المجاورة، وعدد ما يلي عشان تعرف أن الأطماع أكبر كتير من مسألة حلب والموصل وكركوك، مش كده وبس، الجزر اليونانية وقبرص. يعني حدد وآسف مش وقبرص بس وإحدى الدول في هذه المنطقة. يعني أقصد أقول لك إن الأتراك يتحدثون عن دائرة واسعة تحيط بهم، ويريدون أن يستندوا إلى ميثاق أو قرار أصدره البرلمان التركي سنة قبل 100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في أنهم يشاركون في تشكيل هذه المنطقة. سيبك من الدعوات الحديثة بقى المتعلقة بأمن تركيا إلى 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 آخره. المطلب الأول للأتراك كان أن تمتد هذه المنطقة عمقا ب 40 كيلو عمقا، وبطول الحدود التركية السورية اللي هي 460 كيلومتر. فلو أنت يعني أجريت عملية ضرب بسيطة هتلاقي أنت بتتكلم عن 18,600 كيلومتر مربع، يعني ما يقع بين ربع وثلث تقريبا مساحة شبه جزيرة سيناء. انت مش تتكلم على بافر زون، يعني على منطقة عازلة صغيرة، يعني تتكلم على منطقة واسعة. الكلام اللي بيقولوه الأمريكان الحقيقة دلوقتي يعني أن المنطقة من 5 إلى 7 كيلو أو من 5 إلى 12 كيلو، هذا الكلام ليس دقيقا. طيب إذا تحدثنا عن المساحة التي ترغب تركيا أن تمتد إليها في هذه المنطقة التي تحولت من عازلة في مرحلة لاحقة إلى آمنة، وحتى وإن كان النزاع على كيلومترات قلت أو كثرت،
ما هي النقاط المشتركة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وتركيا على أنه يجب أن تكون في هذه المنطقة منطقة آمنة أو عازلة أيا كانت مساحتها؟ أنا أعتقد أن هناك اتفاق مبدئي على هذه المنطقة. ما هو المشترك بينهم؟ ما هو المشترك بينهم؟ حلف الأطلنطي. هذه مسألة تانية هنجيها في نهاية. ما هو الهدف الأساسي الاستراتيجي من هذه المسألة؟ أنا أعتقد أن هناك اتفاق. الخلاف يمكن يتعلق ببضع كيلومترات هنا أو كيلومترات هنا، وإن كان طبعا حجم المنطقة مؤشر أيضا على شيء أكبر من مسألة أن تكون منطقة آمنة. يعني حسابات المناطق الآمنة على الحدود حتى يعني ممكن أن تحسب بمعايير عسكرية مختلفة خالص، أن مدفعياتك الثقيلة لا تتواجد إلا لعمق قد كده، ان في عمق قد كده تتواجد اسلحه صغيره بس وجنود عشان تدي للطرف الاخر انذار مبكر. اما ان تكون هناك منطقه بقوات تركيه، لا ده مش منطقه امنه، هذا احتلال تركي للشمال السوري طبعا. ده كلام يعني، ده تعريف خاطئ لتوجه اكثر خطا، فالكلام مش دقيق، مش صحيح. هذه ليست منطقه امنه اولا. طيب اسمح لي قبل الاسترسال في هذه الجزئيه، دعني أعود إلى التحذير الذي تقدمت أو يعني قمت بتقديمه في بداية هذه الحلقة، وهو الرئيس السابق للقيادة المركزية للقوات أو القيادة المركزية الأمريكية، الذي قال طبقا لتحذيره أنه يخشى من وضع إنساني متفاقم هذا جنب، والجانب الآخر يقول أنه قد يخلق توترات جديدة بين كافة الأطراف المتصارعة. مظبوط. لماذا وعى ذلك ولماذا لم يعي من يدير العملية الأمنية في الولايات المتحدة ذلك؟ نعم، لأن لدي أهداف استراتيجية أكبر بكثير من حالة الفوضى، ولأن جزء من أسلحته في الإقليم هو إشاعة الفوضى. يعني هو الهدف الاستراتيجي في الآخر في النهاية تحويل هذه المنطقة إلى منطقة من الفوضى، بحيث أن مفهوم السيادة الوطنية أو السيادة القومية ينخلع من عليها. هذا المفهوم الشامل. فأنا قصدي أقول لك بس في الأول أن ما يردده الأمريكيون أو بعض مراكز أبحاث خاصة كده عن 4 كيلو و5 كيلو و14، هذا الكلام ليس صحيحا. يمكن أدق المعلومات، هو نفسه أردوغان قال بشكل واضح أنه تلقى من الرئيس الأمريكي وعدا بأن يكون عمق هذه المنطقة 33 كيلو، بس ده 33 كيلو على حساب 460 اللي هو طول الحدود كلها. لكن التصور الذي يعالج الآن في الولايات المتحدة ومعهم أن المنطقة تمتد من جرابلس حتى إعزاز، ودي عرض 110 كيلو، وأنه استغناء أو بسبب يعني أن عرض الحدود كله مش هيشمله عشان المنطقة الغربية في النهاية تبقى للأكراد أو لمحاربيهم، يعني أن العمق يبقى 60 كيلو ويصل حده إلى منطقة الباب أو بلدة الباب. فأنت بتتكلم عن 110 في 60، أنت بتتكلم عن 660 كيلومتر، 6600 كيلومتر مربع، يعني نصف المساحة تقريبا مع استثناء المنطقة الأخرى. كلام أردوغان قبلها أنه قال، هو نفسه قال أنه، أنت بتسألني عن القانون، أنا عايز أقول لك يعني تركيا لا تمارس دورها في الإقليم مستندة إلى أي قانون غير قانونها الذاتي أو رؤيتها أو مصلحتها أو مصلحة من تمثله في الحقيقة. لأنه حتى في مسألة حوض البحر الأبيض المتوسط والغاز والنفط في حوض البحر الأبيض، هي بتتصور أو أعلنت أن الجرف القاري لها يمتد لمسافة 200 كيلومتر، بحيث لا تترك لدولة المشاطئة لها على الجانب الآخر الجزيرة قبرص يعني إلا 14 كيلومتر، مع أن المفروض وفق القانون الدولي الجزيرة تعامل معاملة لها شاطئ، يعني تعامل معاملة الدولة الشاطئية، يعني الجرف القاري بتاع 214 على 2 عشان تنتهي المصالح. ورغم هذا هو أرسل سفن حربية وقاوم محاولة للتنقيب على الغاز في المنطقة وبيفرض قانون. طيب أعود لحضرتك لتركيا والبعد الإقليمي المرتبط بسوريا بس على وجه التحديد. كنا في نقاشات سابقة وفي متابعتنا للعلاقة ما بين الولايات المتحدة وتركيا وتركيا وروسيا، وتحدثنا كثيرا عن أزمة الصواريخ الروسية المضادة S-400 والمشروع الأمريكي التركي الأوروبي حول الطائرات F-35.
البعض قال أن هذه نهاية البداية أو بداية النهاية لنهاية علاقة الولايات المتحدة وتركيا، ولكن الواقع قال عكس ذلك. هل لك توضيح لماذا علت الأصوات بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا قد توترت ولن تعود إلى سابق عهدها، ويأتي الحديث عن المنطقة الآمنة والاتفاق فيما بينهما أن الأمر عكس ذلك تماما؟ أنا كان تقديري في هذا التوقيت وفي هذا المكان أيضا أن تركيا ما تزال تمثل القيادة الجنوبية الشرقية لحلف الأطلنطي، وعلينا أن نتعامل مع تركيا على هذا الأساس حتى يأخذ حلف الأطلنطي موقفا أو أن تخرج من الحلف. لكن هو في مفارقة غريبة جدا، ما هي حجم العقوبات التي يعني ألقيت على عاتق تركيا من جراء حصولها على الاس 400؟ كان المتصور أن حلف الأطلنطي على وجه التحديد الولايات المتحدة اتخذت قليلا من القرارات الاقتصادية، ويعني قليلا من الحديث أو كثيرا من الحديث عن أنها لن تمنح تركيا صفقة الاف 35، وإن كانت هي قالت أنها ستستبدلها بالسخوي 35 الروسية أو الميك 35 مع الوضع في الاعتبار أنها شريك في تصنيع هذه الطائرة. نعم. بتحالف مع مجموعة. نعم. من الدول الأخرى. نعم. نعم. لكن هو ده جوابها، وده جواب أردوغان، سنشتري بديلا. شوف، لم يحرك حلف الأطلنطي، ولهذا أنا بقول لك ليه المسألة مرتبطة بحلف الأطلنطي في اختراقات الأقليم الآن، لأنه سئل الأمين العام لحلف الأطلنطي هل ستوقعون عقوبات على تركيا بعد أن اشترت الاس 400؟ قال بالنص أنه ليس هناك أي دولة عضوة في الحلف تقدمت بطلب لمناقشة هذا الأمر. هل لديك تفسير؟ طبعاً. ما تفعله تركيا في الآخر خالص، تركيا هي القيادة الجنوبية الشرقية لحلف الأطلنطي، وما تفعله تركيا في الأقليم هو تمدد يراه حلف الأطلنطي منتميا له وطبيعيا من أجله. كل الاختراقات اللي بتتم في المنطقة باسم تركيا تتم باسم حلف الأطلنطي بالدرجة الأولى. ولهذا لاحظ الكلام ده مربوط بخطاب أبو الإمبارح يوم 5 هذا الشهر لأردوغان، قال حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية، نحن متمسكين ببقائنا في حلف الأطلنطي، مش هنتزعزع. مش الأهم من هذا، نحن سنترقى يعني سنزيد من فاعلية موقعنا القيادي وتراتبيته في حلف الأطلنطي. هو نفسه اللي بيقول احنا هنتبوأ، بالضبط نتبوأ موقعا أقوى في حلف الأطلنطي. طبعا فأنا عايز أقولك في النهاية، أنت متصور مثلا أن الوجود التركي، هي تركيا بس بتتمدد أو بتتمدد في شمال العراق ومطلوب في شمال سوريا ومطلوب منها أن تبقى وأن تشكل منطقة أمنية أيا كان حدودها في النهاية بتواجد عسكري؟ لا طبعا، تركيا لها قاعدة في قطر، وهي متفقة مع قطر قبل أسابيع قليلة على أن تبني قاعدة أكبر وأعداد أكبر من الجنود بشروط أكبر، وهذا اتفاق معلن. الأمر الثاني، لها كان لها قاعدة في السودان وانتهت يعني، لكن هي لها قاعدة أخرى في لها عدة قواعد يعني في 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 المنطقة يعني، وهي بتسعى إلى على 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 أن تتواجد على الأرض في أكثر من مكان. إذا كان خطابه بشأن المنطقة، المستند التاريخي الذي يتحدث عنه بشأن المنطقة يتحدث عن حلب ويتحدث عن الموصل ويتحدث عن كركوك، مش بس عن حلب أو بس عن المنطقة الشمالية في سوريا. أنت أمام قوة إمبريالية صغيرة كبيرة تتمدد في المنطقة، تريد أن تصنع لنفسها دورا إقليميا كبيرا، وأن يكون لها ضمن دول أخرى زعامة هذه المنطقة وقيادتها اللي هي على حساب النظام الإقليمي العربي. قوات سوريا ديمقراطية في هذا التوقيت، هل انتهى دورها؟ لا، لم ينتهي دورها حتى الآن، لكن الحديث عن هو هدف الولايات المتحدة الأمريكية من أن تقوم بتقليص المنطقة إلى حدود ما، بأن تبقي المنطقة الكردية على حالها. بس خلي بالك، الولايات المتحدة تعرف تماما وقد فشلت في إقامة دولة كردية أو كيان كردي في هذه المنطقة. وضع الأكراد في شمال سوريا، الولايات المتحدة كانت ترغب في ذلك. نعم. ألا يعتبر ذلك تناقض أو على الأقل صورة من الطرف الآخر لهذا التحالف؟ كيف يكون لها هذا التحالف وكيف كانت تسعى في السابق إلى إقامة منطقة هي في الأساس ضد الفكرة أو التكوين أو التوجه السياسي والعسكري التركي أن تكون دولة تركية في الشمال السوري؟
لا، ما هو انت عايز تجمع بين الامرين، كنت بين من؟ المنطقة العازلة الامريكان، يعني المنطقة العازلة اللي تركيا تأخذ فيها حقها وحلف الاطلنطي، ويعني كيان كردي مستقل على الجانب الاخر. وهو مسألة التقسيم بالشكل ده عايزة تصنع شيء من هذا القبيل، لكن الكيان الكردي في النهاية في شمال سوريا غير قابل للتكوين. ليه؟ مش احنا مش في شمال العراق، في شمال العراق المنطقة الكردية كردية صافية، المنطقة في شمال سوريا الأغلبية فيها عربية وليست كردية، وبالتالي قيام كيان كردي في هذه المسألة يعني يكاد أن يكون مستحيلا، يكاد أن يكون مستحيلا. وإذا تم الضغط على الأكراد بشكل كبير كما حصل أو على التنظيم، أنا أعتقد أنهم سيبحثون مرة أخرى على أن يجدوا حضنا سوريا وطنيا يحتضنهم. يعني إذا المسائل حصل فيها انفلات كبير بين الجيش التركي وبين الأكراد كما كان يعني منظورا في السابق، يعني فالأكراد ساعتها نفسهم التنظيم نفسه أرسل إلى السوريين، ولهذا هو الولايات المتحدة لا تريد التحاما كرديا سوريا مع النظام السوري أو مع الدولة السورية الآن، وفي نفس الوقت لا تريد إغضاب الأتراك أو سعي حيف الأطلنطي إلى التمدد شمال تركيا. خلي بالك أن احنا كنا بنتكلم على القواعد، تركيا أيضا لها قاعدة في الصومال، أنشأت قاعدة في الصومال، وهي بتتولى الآن أو بتتولى مسألة يعني إدخال إرهابيين إلى أفريقيا. هناك تمويل تركي وعلاقة تركيا مع بوكو حرام، وده له أسباب متعلقة بقى بالنفط والغاز هناك، ودي قصة يعني لها سجل طويل. لاحظ أصلا أن دخول الإرهابيين إلى سوريا، احنا بنتكلم أصلا على ما بعد النتائج العظيمة التي حققها الجيش السوري، وما بعد النتائج الكبرى التي دفعت سوريا وجيشها وقيادتها دما كبيرا، والشعب السوري دما وعرقا وهدما وخرابا. يعني النتائج، احنا بنتكلم عن النتائج، النتائج الأولى ما كانش كده، النتائج الأولى كان متصورا زي كل الحسابات الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة في الإقليم، زي حسابات اليمن ما إن الأمر سينتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة، الحسبة كانت 3 أشهر، مقدر لسوريا 3 أشهر لركوع والسقوط نهائيا. إدلب نفسها كانت منطقة تقسيم، يعني إدلب كانت ستكون خارج سوريا لو نجحت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. خلي بالك، رغم خروج الأمريكان من 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 سوريا بأعداد معينة من قواعد معينة، هم كل اللي خرجوا من سوريا اتجهوا إلى العراق وحصلوا على قواعد هناك، بعدها يعني أهمها قاعدة في شمال العراق أيضا. لكن القوات الأمريكية اللي خرجت لم تم تعويضها، تم تعويضها كمان، مش تم تعويضها بقوات أمريكية، لا، الأمريكان أدخلوا قوات من المتعاهدين معهم يعني بعقود لشركات أمن يعني ومرتزقة. حجم القوات ده مش منشور، حجم القوات التي أدخلها الأمريكيون تعويضا لقواتهم التي انتقلت إلى العراق يساوي 3 أمثال حجم القوات الأمريكية التي خرجت من سوريا. عظيم. أتحول إلى دمشق، ابقى معي قليلا دكتور. معنا الدكتور إبراهيم زاهر المحلل السياسي من العاصمة السورية دمشق. دكتور إبراهيم تحياتي لك. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا دكتور إبراهيم. كيف تنظرون إلى هذه المنطقة التي يتم التداول السياسي والنقاش العسكري بشأنها بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظرون إليها وإمكانية وقوعها في هذا التوقيت من التحول العسكري الحاصل على الأرض في سوريا؟ يعني إذا كنت تقصد المنطقة الآمنة التي وصفتها تركيا، المنطقة الآمنة شرق سوريا. نعم، أقصد المنطقة الآمنة. نعم، يعني هذه أحد المصانع الرئيسية الاستعمارية لتركيا، والولايات المتحدة هناك تنافس فيما بينهم من سيكون هو السيد في هذه المنطقة الآمنة، لا سيما أن الهدف التركي هو نقل بعض اللاجئين السوريين ما صحت عليهم، وهم المجموعات التي تريد تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة وتتحول إلى قاعدة عسكرية لها. وبالتالي الولايات المتحدة ربما تكون حتى الآن تعتمد على المجموعات الكردية المتطرفة من قصب ووحدات حماية الشعب الكردي، قوات سوريا الديمقراطية طبعا، وبالتالي تخشى أن يكون هناك صدام، ولا سيما أن المجموعات الكردية المتطرفة
أيضا لديها يعني أهداف لإقامة منطقة فيدرالية أو منطقة لتقسيم سوريا تحت الحماية الأمريكية، وبالتالي تحويلها إلى يعني إلى قاعدة عسكرية أمريكية في نهاية المطاف داخل سوريا. وكل المشروعين الأمريكي والتركي لا يتناقضان من حيث استراتيجية، لأن الاستراتيجية الأمريكية لتقسيم سوريا واقتطاع جزء من سوريا إن كان من تركيا أو الولايات المتحدة يصب في هذا الاتجاه. ولكن أبناء الشعب السوري في تلك المنطقة حتى بالأبناء سوريا الأكراد في الجزيرة يقفون في مواجهة هذا المشروع وينتقدون التعاون مع الولايات المتحدة وخدمة الاستراتيجية الأمريكية في تلك المنطقة، وهذا ما يضيق الخناق على المشروع الأمريكي نفسه في تلك المنطقة وحتى على المشروع التركي، لأن الأكراد يتحجزون ويتذرعون لأن الأكراد يشكلون خطرا استراتيجيا على أمنهم القومي، علما بأن الروس كما تحدثنا سابقا كانوا قد أخبروا الأكراد أن وجود الجيش العربي السوري على الحدود والمناطق الحدودية هو الضمان الأساسي لأمن تركيا، والطبيعة الحال السورية ليست في وارد أن تهدد أمن أي دولة أخرى، بالعكس تركيا هي التي تهدد الأمن القومي لسوريا وهي الطامعة في أرضها لتقسيمها وتنفيذ المشروع الأمريكي الكبير، مشروع الشرق الأوسط الكبير القائم على تمزيق وتقسيم إن كان سوريا أو دول وشعوب المنطقة بكاملها. لهذا ما تقوم به تركيا والولايات هو جزء من مشروعهما الاستعماري في المنطقة، ولكن بكل من هو مصالحه الخاصة التي يطمح لتحقيقها. ولكن كلا المشروعين فاشل في سوريا، ولا يمكن أن يجد أي تجاوب من قبل شعبنا أو جيشنا وحتى حلفاء سوريا يقفون في مواجهة هذا المشروع الخطير، ليس فقط على سوريا على سوريا وإنما على مجموعة الدول العربية والشعوب العربية وشعوب المنطقة ككل. لهذا السبب أعتقد مثل هذه المشاريع لم يكن لها مستقبل، وستفخر سوريا من الإرهابيين الذين يشكلون أدوات ووقود لهذه المشاريع الاستعمارية التقسيمية، وكذلك طرد المحتلين الأتراك والأمريكان من الأرض السورية إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا لك دكتور إبراهيم زاهر، وأنت المحاضر السياسي كنت معنا هاتفيا من العاصمة السورية في دمشق. كالمعتاد أغلب الاتصالات التي تأتينا من العاصمة السورية دمشق هي في نطاق شرح الوضع الحالي كما هو كما نرى، ولكن من خلال المفردات والتمني التي تدعو دائما إلى سوريا، وبالتبعية الخروج بمعلومة أو رؤية لكيف تفكر القيادة السورية بيكون شحيح في مثل هذه الاتصالات لظروف قد نعلمها وأخرى قد لا نعلمها. ولكن سؤالي المرتبط بهذا الأمر من هذا الاتصال، أنا أردت إجمال ما جاء في هذا الاتصال لأنك لم تسمعه معه. نعم يعني أنا أردت الشقين. الشق الذي أريده الآن هو هل من سيناريوهات قادرة على منع تطبيق هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وتركيا وإقامة هذه المنطقة الأمينة؟ هل من فرصة لأي تفاوض؟ هل من قدرة لروسيا أن تتدخل في هذا التوقيت؟ هل من قدرة للقوات السورية الجيش السوري للتحرك على الأرض أو تغيير خريطة ما حتى تدفع باتجاه تأجيل هذا الاتفاق أو تطبيقه على أقل تقدير؟ شوف، أنا أحد الذين يعتقدون أن مصير المنطقة عكس ما يشاع قد حسم. مصير المنطقة واحتلال المنطقة وضرب دفاعات المنطقة وإنهائها لم يحسم حتى الآن، ولذلك أنا أعتقد أنا يعني إن 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 ليس هناك تسويات جديرة بالانتظار في الفترة القادمة عكس ما أو تهدئات كبيرة في الفترة القادمة، لأن ما يعرض هو تسويات ناقصة أو مكتزأة أو غير متوازنة، والذين يسعون إلى صياغة الاتفاقيات على هذا الأساس أو التهدئات على هذا الأساس إما يعرفون أنها غير مقبولة وسترفض، وإما على الوجه الآخر حتى لو فرضت بالقوة فإنها ستؤدي بدورها إلى صراعات جديدة وتناقضات جديدة وصدمات جديدة. ففكرة التهدئة القادمة والتسوية نعم في سوريا العمل الأساسي الآن هو إدلب، هو إدلب إنهاء الوضع المعلق في إدلب. لماذا؟ نعم لماذا؟ لأن إدلب التي تقع في شمال شرق سوريا هي أكبر مستودع إرهابي في الإقليم كله. كل
الاتفاقات الروسية التركية والاتفاقات الروسية الأمريكية التي يعني بفكرة المناطق تهدئة التهدئة كانت بتخرج كل الإرهابيين وتنقلهم إلى إدلب، وكأن هدفها الاستراتيجي أن تجمعهم في منطقة واحدة حتى يسهل بعد ذلك إخراجهم منها أو ضربهم. طيب في إدلب الأتراك تصرفوا، هم دول اللي جايبين الناس، شكلوا جسما عسكريا موحدا للتنظيمات الصغرى، والتنظيم الأكبر اللي هو هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا، لدرجة أن هيئة تحرير الشام والتنظيمات التابعة لها وبعضها مثلا له أسماء صغيرة وغير معروفة، إنما في النهاية واقع تحت سلطة هيئة تحرير الشام، زي جيش العزة ده اللي بيتكون مثلا من الشيشان والإيجور والأيزبك، كلهم جايين من وسط آسيا. التكوين ده بقى السلطة الرسمية الموجودة في إدلب، واللي متحكم من المرور إلى التغذية بمساعدة طبعا تركيا. طيب اللي حصل إن هذا الجيش بدأ يتحرك حتى خارج حدود إدلب على خطوط التماس في المواجهات بين ريف إدلب الجنوب الشرقي وحلب الشمالي و سهل الغاب في آخر المنطقة. كانت هذه المجموعات بتخرج وبتحاول أن تضرب في الجيش السوري ثم وتوجه قنابلها وقذائفها إلى الداخل، والجيش السوري يقذف عمقها ويحاول أن يزحها، والمعركة كانت بهذا الشكل. في إبريل الماضي حصل قصدي في سبتمبر الماضي حصلت قمة في موسكو شارك فيها رؤساء ثلاث دول، واتفق على قيام منطقة عازلة في إدلب عمقها 20 كيلومتر. هذه المنطقة يتم إخراج المدفعيات الثقيلة منها والأسلحة الثقيلة كلها، وتوضع عدة نقاط للمراقبة التركية، 12 نقطة تركية للمراقبة في المنطقة وزيها روسية، وعلى أساس أن حتى يتم بعد كده ترحيل وإخراج الإرهابيين من إدلب. اللي حدث عكس ذلك تماما، انه بدأوا يضربوا يخرجوا ويضربوا داخل إدلب ويدخل يعني الى 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 اخر. ولهذا في قبل 3 أشهر تقريبا او اكثر شوية، في اول عام فبراير مارس في ابريل ايوه في ابريل، بدأ الجيش السوري يسعى الى إدلب، بالنسبة له حل استراتيجي وليس هناك خيار. إذا لم يحصل على الجيش السوري على إدلب كاملة، هناك مشكلة كبرى في سيادة سوريا على 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 إقليمها، وفي تمدد تركيا وحلف الأطلنطي في الإقليم. بدأ الجيش السوري يدخل بقوة، والحقيقة إن لأول مرة في هذه المعركة تدخل قوات خاصة روسية، دخلت قوات خاصة روسية. الجيش السوري دخل في إبريل إلى إدلب، ريف إدلب الجنوبي، ثم إلى منطقة غرب حلب، حتى وصل إلى خان شيخون، وهي منطقة استراتيجية كانت العمق الدفاعي، عمق التجهيزات والتسليح بالنسبة للإرهابيين، لدرجة أنه لما كان بيقذف من خارج إدلب كان بيستهدف منطقة خان شيخون. الدنيا قامت، الاتحاد الأوروبي أوقفوا والمدنيين قتلوا، وكوارث تحدث في إدلب وإدلب تحترق على غرار حلب، تحترق القديمة، ثم حصل بعد كده إيقاف لوقف إطلاق النار. الجيش السوري كان وصل في خان شيخون أنه حاصر واحدة من النقاط الـ 12 للمراقبة التركية، وهي أكبر النقاط، ثم أخرجهم منه، لكن تم وقف إطلاق النار على أساس مرة أخرى فكرة التهدئة. بس طيب فيما يتعلق بإدلب على وجه التحديد، هل القوات السورية في هذا التوقيت قادرة على إحداث هذا التغيير؟ البعض قال أنه خان شيخون هي المنطقة الاستراتيجية التي ستحول سير المعارك، وتم الحديث عنها إعلاميا بشكل قد يكون أو البعض وصفه بأنها مبالغ فيه. هل تتفق بأن معركة خان شيخون وهذا التقدم الذي أحرز فيها في فترة ما هو قادر على تغيير هذه الصورة التي تحدثت عنها؟ نعم، الجيش السوري لم يتوقف عن دخول إدلب بعد معركة خان شيخون وحصوله عليها
وإمساكه حتى بنقطة مراقبة تركيا في هذه المنطقة إلا بقرار سياسي وليس قرار استراتيجي عسكري. الضغط الدولي بما فيه حتى موقف الروس، لأن الروس كانوا دخلوا في هذه المنطقة لأول مرة بقوات، لدرجة أن منذ أيام قليلة كاتب روسي يتحدث عن أن 3 ضباط روس قتلوا في قريبة من هذه المنطقة، وهناك بيان رسمي روسي ينفي هذه القصة كلها، لكن في قوات روسية لأول مرة كانت على الأرض في تشترك. نعم كانت في قوات روسية على الأرض، لأن الروس كانوا اختنقوا من الموقف التركي في اتفاق على إخراج الإرهابيين، في اتفاق على المنطقة العازلة لعشرين كيلو، كل ده ما حصلش، على العكس حصنت مواقع الإرهابيين وأدخلت أسلحة إليهم وأصبحوا السلطة الحاكمة في منطقة فيها 2.5 مليون تقريبا. فأنت وكلما تقدم الجيش السوري كلما صرخ الغرب الحقوا المدنيين المدنيين يقتلون، ورغم هذا القصف الأخير اللي قامت به الولايات المتحدة قبل أيام ما حدش قال المدنيين، دلوقتي هم قتلوا مدنيين بالفعل في داخل إدلب. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد. أنا خلصنا للأسف. شكرا جزيلا. أنا بس عايز أقول كلمة لو في يعني حاجة مهمة جدا. فضل. بالنسبة لنا إحنا في هذا التوقيت. فضل. يعني لأن مصر كل ما يقع في الإقليم كله يقع على إحداثيات الأمن القومي المصري. مصر في النهاية مستهدفة. أنا عايز أقول بس إن الصيغة التي تحدث في جهات أخرى لا تحدث مع مصر، إنما الصيغة المكرسة لمصر الآن هي صيغة كسارة البندق، ضغط داخلي على الثمرة المصرية وضغط خارجي، وينبغي أن يفهم إن أهم ضغط خارجي أهم ضغط داخلي ضار جدا هو تخفيض الروح المعنوية للمصريين تجاه جيشهم وتجاه قواتهم المسلحة. دي مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى. أشكرك. الجيش المصري أكبر بكثير من أن يوجه له أحد أيا كان إهانة أو ملاحظة أو حتى يعني كلام يعني في المطلق. شكرا لك دكتور أحمد عز الدين، وأنت الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية على هذه المداخلة. شكرا لك وشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام. هذه نقطة تحتاج إلى سلامتكم.